في ناس لا شغل لها ولا شاغل غير انها تقعد تشكك، فيجي يقول لك مثلا ايه، واين تذهب اموال التبرعات التي تذهب الى مش عارف ايه، يا ترى بيعملوا بيها ايه وبيسووا بيها ايه. فالاوقاف الحقيقه وزاره الاوقاف بتعلن انه قطعا لشك بيقين تعميم التبرع الالكتروني تحقيقا للشفافيه بمنتهى البساطه. حلو كده؟ يا ترى المشككين عندهم ايه تاني؟ العالم بتاعت الاخوان فاضيين؟ لا، هم مش فاضيين، هم قاعدين متربصين لو صح التعبير. طيب هل احنا عندنا على راسنا بطحه لا سمح الله نحسس عليها اطلاقا؟ خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف. اهلا 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 وسهلا بك يا دكتور. استاذ يوسف اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. التبرع هيبقى الكتروني وشفاف قطعا لاي شك بيقين. طبعا 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 بلا شك وبلا ادنى شك، وبارقام حسابات مسجله وعليها متابعه من البنك المركزي المصري طبعا، وعليها متابعه من المديريه. خليني اخش مع حضرتك في الموضوع على طول. ارجوك قول لي علشان يعني نقطع على المشككين كل الطرق زي ما حضرتك قدمت طبعا في مقدمه حضرتك. انا بس عايز ابشر حضرتك الاول دلوقتي ان احنا وصلنا 33 مسجد الان يقدروا ان هم يستخدموا مكان فوري ويكون التبرع بتاعهم من خلال المكان الفوري الموجوده في المسجد، ويقدر كمان يعرف التبرع ده ان هو اتحط فيه الحساب بتاع المسجد اللي هو حساب مجلس الاداره. وكمان عشان ادخل مع حضرتك في نقطه ثانيه، ان حساب مجلس الاداره ده بيكون فيه توقيع من امين الصندوق اللي هو المسؤول عن حساب مجلس الاداره، يعني الشخص ده بيكون ليه توقيع وبيكون هو المخول ليه ان هو يسحب الفلوس من حساب مجلس الاداره، وبتراقب عليه المديريه ان هو بيبقى مطالب ان احنا بنبقى شايفين المبالغ اللي اتسحبت دي، بيبقى مطالب ان هو يقدم بيان بيها اتسحبت ازاي، اتجاب بيها ايه، اتعمل بيها ايه في المسجد، وكل حاجه بيكون بمنتهى الشفافيه. جميل، فاضل ايه تاني؟ خليني اقول لحضرتك برضو ان احنا مستمرين مع جميع مجالس الادارات ان هم يتحركوا للخطوه دي علشان نوصل لتحقيق اعلى درجات النزاهه والشفافيه من خلال احدث النظم اللي بتقوم على الحوكمه، وان احنا نخلي كل التبرعات تبقى الكترونيه، وتبقى كمان متاحه لو حضرتك عايز مثلا تاخد رقم حساب مجلس الاداره، وعايز انت في اي بنك، انت عند اي مكان فوري في اي حته، تقدر من خلال رقم الحساب ده ان حضرتك تودع التبرع اللي حضرتك عايز تودعه. ايا كان حجم التبرع، صغير كبير، جنيه مصري فقط لا غير، 10,000 جنيه اللي عاوز يتبرع هيقدر. مفيش مشكله خالص، لان احنا حضرتك وصلنا بالنقطه دي، لان حد يجي يقول لك انا عايز اتبرع للمسجد ده بعينه. مثلا مفيش مشكله حضرتك، مفيش مشكله خالص، تقدر تسالهم مجلس الاداره اللي موجود في المسجد، يا جماعه رقم حسابكم كام، او عندكم مكان فوري ولا لا. احنا دلوقتي يا استاذ يوسف زي ما قلت لحضرتك عندنا بالظبط 33 مسجد، واقدر اقولهم لحضرتك لو في مساحه من الوقت، ولكن احنا عندنا في القاهره ما يقرب من 32 مسجد. التجربه بدات في محافظه القاهره وهتنطلق على باقي المحافظات ان شاء الله. يقدر من خلال مجلس الاداره يسالهم يا جماعه مجلس الاداره اللي عندكم الحساب بتاعه رقمه كام، ويقدر يتبرع للمسجد ده بعينه. 32 في القاهره، طب ورقم 33 فين؟ رقم 33 في انا مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي. الله، سيدي عبد الرحيم. واحنا ما زلنا يوسف مستمرين ومتابعين متابعه كامله، ان احنا بنحث كل مجالس الادارات ان هم يروحوا يفتحوا حسابات في البنك، وبنربط بعد كده مع شركه ثوري، وبيتم توقيع تعاقد. احنا بالفعل وقعنا بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين بنك مصر وما بين شركه ثوري، الكلام ده كان في ابريل الماضي، ومستمرين ان شاء الله باذن الله رب العالمين في حوكمه كل مصادر التبرع اللي داخله للمساجد، تطبيقا للقرار اللي اطلقه الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف برفع جميع صناديق التبرعات من المساجد وتحويلها للحوكمه من اجل احكام السيطره اكثر، ومن اجل ان يكون الموضوع بكامل النزاهه والشفافيه، وتبقى كل حاجه مكتافه، ويقدر بعد كده ما فيش مشكله حضرتك انت في عضو مجلس اداره مسجد تبقى عارف المسجد دخله كام،
دخلوا كام امتى واتسحبت الفلوس امتى وكل حاجه تبقى على مرأة ومسمع وتبقى بمنتهى الشفافه والنزاهه والشفافيه. طب والله انا سعيد جدا بالخبر. خلينا الاول اشكرك يا دكتور عبد الله، ويعني نهنيكم ونشكركم على الخطوه الذكيه جدا اللي اتعملت دي. دكتور عبد الله حسن، متحدث باسم وزاره الاوقاف. انت واخد بالك انه الرقمنه والحوكمه طالت حتى وزاره الاوقاف؟ يعني احنا دايما تصوراتنا عن وزاره الاوقاف مثلا انها اكيد هتبقى بعيده عن مثل هذه الامور والتكنولوجيا وكل، مش صحيح. بص، مصر حقيقي حقيقي بتعمل قفزات للأمام على مختلف المناحي، على مختلف الأصعدة. هقولها لك للمرة 9 مليون، ولن يعني أكل أو أمل، والله العظيم 3. المصري لما بيحط حاجة في دماغه بيعملها. تخلي شوية عيال يعني التخين فيهم لا يصلح حتى الى انه ينشلك دبانه من على وشك يشككك في نفسك يا راجل.